نبدأ نعمل حبة سلطة يكون فيها ريحة وطعم جميل. الشبت ده فيه طعم غير طبيعي. عندي لحمة الغلبان، لحمة الغلبان البذنجان، بتنجان بالشبت. عندي توم وشبت وبتنجان وعصير ليمون وكرات ابيض، فلفل حراق، ملح وفلفل، وجزر مبشور، خل، زيت. الجزر المبشور فين؟ الجزر المبشور فين يا اختي؟ يا لمتنيه ثلاث تانيات. هيدا خل، اهم حاجه خل عشان خاطر ما البتنجان ما يسودش مني. وادي شويه ليمون، ادي زيت زيتون. ادي توم مفروم، باخد توم كتير عشان يبقى طعمه حلو. ادي شويه كمون، شويه شطه، شويه توابل، وادي حبه ملح، وادي حبه فلفل، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. جزر مبشور يا سيدي. النهارده عملنا شويه سلطه، الله اكبر، فعلا فعلا حاجه جميله. نغير بقى من الطحينه والبابا غنوج، ونغير من الراهب والقصه اياها دي. لازم مطبخنا يحتاج تغيير، لازم يحتاج تغيير. ليه بقى؟ لان المخرج عايز كده. طبق اهو.